تمرين آخر. عندنا تمرين صفحة 35، بدنا نقارن بين العددين 7 على جذر 2 و3 جذر 2. مثل ما قلنا بالبداية بحسب الفرق بيناتهم، سواء الأول ناقص الثاني أو الثاني ناقص الأول، ما بتفرق نفس الشيء. هون أخذنا الأول ناقص الثاني، مثل ما قلنا المال مقام مقام واحد، وحد المقامات، نضرب الأول بواحد والثاني بجذر 2. الكسر الأول لحاله، الكسر الثاني ضربناه بجذر 2، فصار في عندنا بالبسط 3 جذر 2 ضرب جذر 2. شو هاي العملية؟ 3 جذر 2 ضرب جذر 2. قلنا لما أضرب الجذور بضرب ما داخل الجذور، فجذر 2 في جذر 2 تساوي 2، بس مضروب فيها 3 فصار الجواب 6. جذر 2 بجذر 2 يساوي 2 ومضروب فيها 3 فصار الجواب 6. هلا صار في عندنا بالبسط 7 ناقص 6 ويساوي الواحد على جذر 2. طبعا هذا المقدار موجب، فمين صار الكبير؟ الكبير هو الأول والصغير هو الثاني حسب القاعدة. واضح التمرين إن شاء الله؟ أستاذ يعني نحن بنحط الإشارة من عنا؟ أي إشارة؟ أستاذ هون مو حاطين لنا ناقص، أنت حطيت من عندك ناقص يعني؟ أنا بدي أقارن بين عددين، تمام؟ كيف بدي أعرف مين الكبير ومين الصغير؟ باخذ واحد ناقص الثاني. الترتيب مو مهم، باخذ الأول ناقص الثاني أو الثاني ناقص الأول. إذا طلع عندي الجواب موجب معناته الأول هو الكبير، طلع الجواب سالب فالثاني هو الكبير. تمام؟ ايه سير تمام. واللي بيلاقي حاله مخربط شوي بالدرس راجعوا التسجيل، بتلاقوا انه الامور يعني صحيحه وسلسه، كل فقره وراها مثال تطبيق مشان تفهموها بشكل افضل. استاذ يعني حاول انت حل، هلا حليتها هلا انت؟ ايه صفحه 35 على ما اظن. ايه 35 ايه اخر تمرين حاول انت حل. ايوه تمرين لحاله، تمرين بسيط. ايه تمام تمام في اي سؤال قبل انهاء الدرس؟ لا استاذ يعطيك العافيه، درس كثير مفهوم. تمام ان شاء الله. طيب درس انتهى، يعطيكم العافيه جميعا على الحضور، وبتمنى يكون حضور احسن من هيك، يعني اليوم بس 37 يعني قليل، بجوز الطلاب مو منتبهين في درس اليوم. يلا ما في مشكله ان شاء الله، ان شاء الله تكون امور سلسه ودروس سهله وموفقين ان شاء الله. موعدنا بكره ان شاء الله نفس التوقيت على الساعه 4، لا تنسوا بكره على الساعه 4 درسنا.